جميع الخيارات متاحة للتعامل معها، ومصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في الوقت المناسب. هكذا رد أحد المصادر السيادية المصرية عقب سقوط صاروخ على الأراضي المصرية، وتحديدا في طابة، إثر الصراع الدائر بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية. يا ترى ماذا حدث فجرا على الأراضي المصرية، وماذا قال الجيش الإسرائيلي جراء هذا الحادث، وهل هناك مصابين أو وفيات بسبب سقوط هذا الصاروخ؟ هذا ما سنوضحه لحضراتكم الآن في هذه التغطية المباشرة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. سقط صاروخ في مدينة طابة فجر اليوم، أسفر ذلك عن إصابة 6 مدنيين وحدوث تلفيات في عمارة سكنية، وتحقيقات ما زالت جارية عن ملابسات ما جرى. نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى قوله أنه لم يتم حتى الآن تحديد جهة إطلاق صاروخ طابة حتى الآن، وجاري بالطبع فحص موقع الحادث لتحديد موقع الإطلاق. وأفادت مصادر مطلعة بأن قذيفة سقطت في مدينة طابة جراء التصعيد الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين على الأراضي المحتلة، فيما أصابت هذا الصاروخ إصابة طفيفة تلحق بست مواطنين في طابة. وأكدت المصادر أن الحادث استهدف مبنى إسعاف مدينة طابة والسكن الملحق المخصص لإدارة مستشفى طابة، كما أكد أنه لا وفيات في حادث طابة حتى الآن، وهي مجرد إصابات طفيفة بين المواطنين. أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الوصول لأماكن المحتجزين بقطاع غزة، وأضافت بأن هناك مداهمة برية محتملة بشمال قطاع غزة، وذلك حدث خلال الساعات الليل السابقة، وذلك حسبما زعم جيش الاحتلال بوجود توغل بري محدود بقطاع غزة خلال الليل. هذه ليست المرة الأولى، ففي وقت سابق تحديدا يوم الأحد الماضي الموافق 22 من أكتوبر الجاري، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ. وردت القوات المسلحة المصرية في بيان رسمي على هذا الحادث، وقال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة أن ذلك نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية. وأشار العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة أن الجانب الإسرائيلي قد أبدى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه، فيما قال المتحدث العسكري أنه جري التحقيق في ملابسات هذه الواقعة. في سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة بأن قذيفة سقطت في مدينة طابة جراء التصعيد الدائر بين الفصائل الفلسطينية والإسرائيليين على الأراضي المحتلة، فيما أكدت المصادر المطلعة أن الحادث استهدف مبنى إسعاف مدينة طابة والسكن الملحق المخصص لإدارة مستشفى طابة، كما أكد أنه لا وفيات في حادث طابة وإصابات طفيفة تلحق بستة مواطنين فقط. فيما أفادت المصادر بأن التحقيقات الأولية في حادث سقوط صاروخ طابة الذي استهدف مبنى إسعاف مدينة طابة وأيضا السكن المخصص لإدارة مستشفى طابة قد بدأت بالفعل. وأوضحت المصادر أن قوات الأمن وصلت إلى مكان الحادث فور وقوعه وبدأت في المعاينة والفحص الأولي لمكان هذا الحادث. القوات المسلحة بدأت بالفعل التحقيق في الأمر والتعامل معه من هذه النقطة. وعن مصدر مطلع قوله أن لجنة تحقيق من القوات المسلحة وصلت إلى موقع سقوط صاروخ في طابة، وأنه تم فرض كردون أمنية حول موقع هذا الحادث. وكانت هذه المصادر المطلعة أفادت أنه في إطار التصعيد الجاري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في غزة سقط صاروخ في طابة، مؤكدة أن الواقعة تخضع للتحقيق الجاد للكشف عن جميع ملابسات ما جرى. وأكدت أيضا المصادر أنه لا وفيات في حادث طابة، وأكدت أنها إصابات طفيفة تلحق فقط بست مواطنين.
موضحة أن المبنى المتضرر هو مبنى إسعاف مدينة طابة وسكن الإدارة لمستشفى طابة. كما يشار إلى قناة القاهرة الإخبارية نقلت عن مصدر رفيع المستوى قوله أنه لم يتم تحديد جهة إطلاق الصاروخ حتى الآن، وجاري فحص موقع الحادث لتحديد موقع الإطلاق. ووصلت قوات الأمن لموقع الحادث والجهات المختصة، وذلك لبدء التحقيقات الأولية في هذا الأمر. ووفق تصريحات من مصادر مطلعة أن انفجار وقع بمبنى الإسعاف ومبنى تابع لإدارة مستشفى مدينة طابة في محافظة جنوب سيناء جراء سقوط الصاروخ، مشيرة إلى أن الحادث لم يخلف أي قتلى، فيما أسفر فقط عن إصابة 6 مواطنين. أشارت القناة القاهرة الإخبارية إلى أن الانفجار وقع بمبنى إسعاف مدينة طابة والسكن الملحق لإدارة هذه المستشفى، وأن قوات الأمن وصلت على الفور لموقع الحادث وبدأت تحقيقات أولية لمعرفة مصدر الصاروخ وبالطبع ملابسات الحادث وفق نفس هذا المصدر. أيضا المصابين 6 خرجوا من المستشفى بعد تلقي العلاج التام. وقد نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر سيادي قوله أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها، ومصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في الوقت المناسب. في نفس السياق قال شاهد عيان في طابة أنه سمع دوي انفجار ورأى دخانا كثيفا وغبارا يتصاعدان، فيما تظهر صورا بثتها وسائل إعلام محلية ونشرت شبكات التواصل الاجتماعي مبنى متضررا وعددا من المركبات المحطمة في المكان. عن الجانب الإسرائيلي مشاهدينا، زعم الجيش الإسرائيلي أنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من الحدود على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من فجر يوم الجمعة، وذلك عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابة، وتابع: نحن على علم بوقوع حادث أمني لكنه وقع خارج حدودنا. وقال إن سقوط الصاروخ كان بالخطأ في طابة، وأن الصاروخ أطلق باتجاه إيلات لكنه سقط بالخطأ على طابة المصرية. وكشف إيتس بيك زورتس مراسل التلفزيون الإسرائيلي في جنوب إسرائيل تفاصيل جديدة بشأن الصاروخ الذي سقط على مبنى الإسعاف بمدينة طابة ومبنى إدارة مستشفى طابة الملحق له، وزعم أن تحقيقات تجرى بشأن إذا ما كان الصاروخ أطلق باتجاه إيلات وأنه سقط بالخطأ على طابة المصرية. ويعد هذا الحادث هو الحادث الثاني من نوعه منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة المتاخم والموجود بالقرب من الحدود المصرية. فالأسبوع الماضي مشاهدينا، وبعد وقت قصير من دخول قافلة مساعدات إلى معبر رفح من الجانب المصري متجهة نحو جنوب غزة، وقع انفجارا مفاجئ في المكان، ليعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا أن دبابة تابعة له أصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود عن طريق الخطأ، مقدما اعتذاره الرسمي عما حدث. وأقر الجيش الإسرائيلي يوم الأحد الماضي بأن دبابة تابعة له أطلقت النار بطريق الخطأ وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم، وأعرب الجيش الإسرائيلي عن أسفه لهذا الحادث مؤكدا أنه يجري التحقيق في هذا الحادث ومراجعة جميع التفاصيل. فيما أوضح الجيش المصري حينها أن أحد أبراج مراقبة الحدود أصيب بشظايا قذيفة إسرائيلية عن طريق الخطأ كما هو معلن، لافتا إلى أن الإصابة كانت عناصر المراقبة الحدودية بجروح طفيفة جراء الشظايا. تلعب مصر دورا نشطا في التفاوض على وصول المساعدات إلى غزة وفي محاولة إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حماس والدعوة إلى وقف إطلاق النار الفوري. ومنذ 7 أكتوبر الجاري إثر تفجر الصراع بين الجانبين الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية عقب الهجوم المباغت التي شنته حركة حماس على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية، ومن يومها تنفذ إسرائيل حملة قصف بلا هوادة على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتهدد إسرائيل بشن هجوم بري على غزة لاقتلاع حماس، وتحشد قواتها الآن على حدود القطاع، فيما كشف قياديين في حماس أن أطرافا دولية عديدة تحدثت مع الحركة بشأن الأسرى الأجانب، وأضاف: عندما ينتهي العدوان الإسرائيلي على غزة سنتحدث عن مصير أسرى الجيش الإسرائيلي. وتبع بعدها: عندما تتهيأ الظروف الملائمة سندرس موضوع الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من المدنيين الذين تم احتجازهم في 7 و8 أكتوبر الجاري. مشاهدينا، انتهت تغطيتنا، ولكن ما زال
نتابع مع حضراتكم كل جديد على مدار الساعة. نشكر حضراتكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء. Oh, yeah.